بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم من الورشواتي راح اسويكم بث مباشر وننبه على هواي شغلات. ما ادري اكو حد يسمعنا؟ نعم. بصراحة موضوع الأجهزة الإلكترونية، بصراحة الأجهزة الإلكترونية دي يصير بيها عطلات هواية. 80 يعني نقول 70% من أسباب العطل هي المواطن، يعني المواطن دي يكون سبب في تعطيل الأجهزة بصراحة حسب ما دي نشوفه بالورشة. يعني دي يجي نجي على أول شغلة. الشغلة المهمة كلش بأنه جهاز حماية ما حد يخليه، جهاز حماية ما حد يخليه، وهي هاي تاليتها. لو تضرب عندك الشاشة، لو تضرب عندك الغسالة الأوتوماتيك، وهو سعر جهاز الحماية ما يتجاوز 5000 دينار، وبالزايد ب10000 دينار جهاز السبلت، خلينا نقول اللي يتحمل 30 أمبير. فإذا أغلب المشاكل هو الكهرباء، وتعرفون الكهرباء عندنا بالبلد شوية تعبانة، فإذا الخلل هو يمكم. الشغلة الثانية، الأجهزة دي تجي كلها مو مضبوطة، يعني خلينا نقول 75% أجهزة تعبانة، يعني سواء شاشة أو سواء ماطور مي أو يعني الأجهزة المتداولة. فإذا هنا يكون دورك حتى تحافظ عليها. يعني مثلا خلينا نبدي بالمبردة البلاستيك، وإجا موسمها هسه دا تجينا، يعني اليوم جتنا مبردة بلاستيك صاحبها غاسلها، غاسل الكارت، غاسل الماطور، وجابها منتهية، أو حتى باحة تفسيخ. يا أخوان هذا غلط، الغراض غالية هسه ترى، يعني أبسط ماطور مال بردة بلاستيك ب35-40 ألف، يعني ذبلك أنت المصلح ياخذ منك 50. فأنت يعني ليش هاي الصرفيات بالبلاش؟ سببها أنت إهمالك. أكو مبردات من فوق الكارت مالتها دي يغسلونه، وين يصير؟ بحوض، هو قاعد الكارت بحوض، يضرب الكارت، الكارت ماله طبعا كلش غالي. اعطيني هالكارت اللي يمك ابني، الكارت ماله منك بالجمله تقريبا ب20 ألف، لا ذاك الطويل، ذاك جوا الكرتونه، زين عيني؟ جوا القبق مال الكرتونه، اي هذا إيه. هذا بصراحه، اهلا وسهلا بالاخ من استراليا. هذا الكارت مال كينوود، شايفينه يمكن؟ هذا الكارت سعره تقريبا 20 ألف. زين، الفكرة مالت الكارت بخلينا هالشكل، هم حاطين الكارت بحوض، فأنت من تغسل هذا المكان الفوق وين يصير؟ يصير بالحوض هذا، والحوض وين يتجمع على الكارت ويحترق. فيا أخوان انتبهوا، يعني كل شيء اسمه كارت يعني معناته بقطع إلكترونية، بإلكترونيات، بشيء قابل للحرق، بشيء يتأذى، فأنت تخسر هذا المعدة ليش يعني؟ حرامات والله حرامات. زين، يعني شوية خلي يصير عندنا وعي. شغلة ثانية، يعني اكو ناس تجازف بالماطور، يعني يجي ماطور قال لك والله عطلت الدقم مالته وعطل الكنترول مالته، فاجي اربطه شطل، يربط شو ما يريد، يعني وين كل شيء؟ وين كل شيء؟ تفلسكم هواية. زين، او يجي هو يقول لك انا اموري تعبانة، وش اسمه يا اخي؟ والله ما يصير هذا الشيء. زين، انتبه، لو اكو خريطة تمشي عليها، لو عندك السيريس، اعطيني السيريس من يمك، السيريس يعني شغله كلش بسيطه ما تكلفك 1000 دينار، والله العظيم عيب يعني نحكي بيها يوميا. زين، هسه راح اشوفكم السيريس اللي نحكي عليه، هو هذا يامن لك بانه تشتغل بامان. اعطيني يا بابا، هسه اليوم سويته اني، اعطيني هذا استخدمه بالفحص. شنو هو السيريس؟ هذا بلاك مال تلفزيون او مال مسجل او مال اي شيء، لاحظ، وبنهايته شنو؟ قراصات مخليه للفحص. زين، وخلي بيه قلوب، هذا قلوب ابو المية، نقص طرف، هسه هذا مو عندنا الواير، ينقطع طرف من عنده، بس طرف واحد، راح يطلع لي وايرين، الطرف يصير لي وايرين، هذا اربطه وين للقلوب وانتهت. ايش راح اسوي؟ اشتغل بالامان. هو شنو الامان معناته؟ معناته راح يفتر الماطور بامان، يعني ماكو لود عليه 220، يعني راح تمتص الكهرباء، هذا القلوب يمتص الكهرباء، فما يصير ضغط. ذاك الوقت من راح يكون عندي اتجاه صحيح، لا يقع، من راح يكون عندي اتجاه صحيح، ايش راح يصير عندي؟ راح يشتغل بصوره صحيحه الماطور، ولهذا راح اعرف بانه
المعطور ده يفتر صحيح، اذا هو انا دا اشتغل صحيح. فيا اخوان يعني ليش يعني حرامات هذا كله ما تكلفك 1000 دينار، القلاب 500 وهذا واير عندك مكون بالبيت هاي متاكد زين. فيا اخوان ليش حرامات؟ هذا السيريس هو شوف الفيديوهات مالته كل الفحص بالسيريس زين، اشتغل بامان. شغله اخرى طريقه ربط الكارت، هواي يخابرونا على طريقه ربط الكارت. الطريقه كلش سهله طبعا ومكتوب عليه كليته مكتوب عليه، بس الا قسم بالصيني، قسم بالصيني مكتوب عليه. فانا كلها منزلها بالصفحه مالتي، منزلها بالفيديوهات طريقه الربط مالته كلش سهله زين. راجعوا الفيديوهات يا اخوان، والله حرامات حرامات ده ننقهر على الاجهزه. هسه اجى ماطور نزلت فيديو هسه يمكن قبل 5 دقائق زين، جايبين الماطور وشايلينه وايش بيه؟ انسداد وسخ يا اخي، دي حاول حاول، ما معقول اسبانه ما عندك، هاي التي 30 نفتح بيها ب 1000 دينار، حاول شوف ما تخلي المي زين، انفخ بالماطور انفخ شوف الهواء مالتك ده يطلع لو لا، ما معقول انت دائما على المصلح المصلح المصلح، يعني ترى ما يصير ما يصير كله على المصلح، هذا معاناه اذا انت بيتك بعيد ومتعني عليه وجاي وهي على مو شغله بسيطه وسخ انسداد بيه زين. لابد عندك ابنك، انت ابو البيت، انت يا مره افتحوا جيبوا هاي العده يا اخوان، جيبوا هالعده الى متى نصير عندنا هاي الثقافه، ثقافه انه نصلح بالبيت. ليش دول الصينيين تلقى الشياب مالتهم عمره 70 سنه وقاعد ويصنع ويسوي؟ ترى ماكو حكي، احنا قدمنا لكم معلومات على طبق من ذهب يا اخوان، والله المعلومات يعني راح يصير عندي يمكن 1800 فيديو بس على الماطورات حوالي 500 فيديو. دريد نفيدكم، اقول لكم يابا انت قاعد بالبيت ايش عندكم هسه ورا الفطور مثلا؟ ورا الفطور يعني تشوفون حتى احنا اجي هنا يالتي لو اعطيكم فيديوهات مثلا لو اشتغل بورشتي زين. انتم بالنسبه لكم لازم شويه يصير عندكم شويه وعي، شويه حرامات هاي فلوس اللي تنسحب كلها على اجهزه. اليوم نزلت منشور على اليوتيوب سويت ايش عندك اكثر اجهزه تعطل؟ كل الشاشات والماطورات اغلب شيء والغسالات زين. سبب عدم معرفة الشيء شلون دا يشتغل هو دا يصير عندكم الجهل، الجهل بانه ما تعرف شلون دا يشتغل. يعني مثلا انت تريد تصلح بالبيت مثلا ماطور التنشيف ماطور العصر زين، انت ما عندك فكره على شلون تقيس الاطراف مالته، ما عندك فكره شلون تقرا الليبل مالته زين، شويه شويه تعب نفسك اكتب بالبحث كيفيه مثلا تركيب ماطور تنشيف واكتب وياه الاسم اللي تريده مثلا مو اللي خالد المعموري مثلا دا اقول لك زين، راح يطرح لك اليوتيوب الناس. ملاحظه بالنسبه للناس اللي ينشرون على الغسالات، والله انقهر انا من اشوفه، دا اشوف هواي ناس بصراحه يعني دا ينشرون فيديوهات على شلون تربط التركيبه الكهربائيه للغساله. يا اخي شنو هالحكي؟ يعني دا اشوف شغلات انا استحي طبعا ارد عليهم واقول لهم يابا بانه هذا الحكي غلط. يا اخوان انت المفروض من نتعلم لو تعلم صح. انا شفت احد الاخوان، انا ما ارد اشهر باحد بس اللي شفته ما يرضي زين، شفت احد الاخوان يجي يعلم شلون يعلم، تجيب الواير الاصفر تحطه على اصفر، الازرق تخليه على ازرق. يا اخي ماكو شيء ماكو شيء يا اخوان، جريمه كبرى انا اسميها جريمه كبرى. اللي يحكي بلغه الالوان، شو وقت تحكي بلغه الالوان؟ تحكي بلغه الالوان اذا كان عندك ليبل، ليبل على الماطور مكتوب عليه هذا كمن، هذا ستارت، هذا رننج. ذاك الوقت تحكي بلغه الالوان، تقول يابا مكتوب الكمن الازرق مثلا توديه، بس مو انت ماطور موجود مركب وتقول له باعوا هاي 3 وايرات ازرق واحمر واخضر، جيب الازرق خليه هنا جيب الاحمر. زين شلون افتهم؟ انت شلون افتهم؟ المشكله الناس ده تعلق سواء يفتهمون او ما يفتهمون، وهاي نقطه كارثيه، ده تشجع الشخص اللي يعلم خطا بانه يعلم خطا. انت ليش تقبل بهذا التعليم؟ انت شو افتهمت؟ ما افتهم شيء انا متاكد. زين ماكو لغه الالوان انا اعتبرها جريمه. ما يصير تحكي بالالوان يا اخوان، احكي بالالوان فقط اذا تحكي على ماطور مرسومه الخريطه مالته مكتوب عليه الوانه. بس من تتعلم تربط الغساله اول شيء لازم تعرف انت بانه الغساله من ايش متكونه؟ متكونه من تايمر وماطور، تايمر وماطور هذني الربط الكهربائي.
التايمر ينقسم قسمين، تايمر للغسيل وتايمر للتنشيف. زين، هاي كلها طبعا شارحاني ما اريد اعيدها مره ثانيه. زين، انت شلون راح تعرف بانه هذا الماطور ماطور التنشيف؟ شلون تعرف اطرافه؟ شلون تحدده؟ راح تقول اكو طريقه، هي بالاوفاميتر او بالستريس. تفحص برا مثلا وتشوف اتجاه الدوران مالته، او عندك مقياس امبير. الاصح هو الاوفاميتر، الاوفاميتر راح يكشف لك الاطراف مالته، راح تعرف اعلى قراءتين هي بين الرننج والستارت، الطرف الثالث راح يكون كمن. المشترك هذا ويا الرننج راح يقرا قراءه قليله، المشترك ويا الستارت يقرا قراءه عاليه. حددت الاطراف مالته، ياهو المشترك ياهو الرن ياهو الستار، ذاك الوقت راح تجيب مكثف وتربط بيناته. التايمر يصعد له كهرباء، طرف كهرباء، ويرجع النوب على الرننج، والمشترك يروح له مشترك للغسيل والتنشيف. بقى عندك الغسيل، الغسيل الرننج والستارت نفس الأومية، نفس السلك، نفس القوة مالته. زين، فراح تعرف يا الكمن تعطيه كهرباء مشترك، ويروح للتايمر ويرجع النوب مرة للرن ومرة للستار، يعني مرة الرن يصير ستار، مرة ستار يصير رن. ولهذا احنا سألنا سؤال بارحة، قلنا ليش ملف، شلون يختلف ملف الغسيل على التنشيف؟ ما طور الغسيل المكثف ما 12، ليش؟ لانه الستار لازم يكون نفس الرن، الرننج ما تقياس 27 او 26، فايضا راح يرتفع الستارت، الستارت علاقته ويا من المكثف، ولهذا راح يرتفع المكثف يصير 12 او 10، بينما معطار التنشيف لا، يبقى على المايكرو الخمسة مايكرو. زين، معطار الغسيل لازم يفتر باتجاه، ليش؟ اذا يفتر المعطار الغسيل باتجاه واحد ايش راح يصير؟ الملابس راح تلتف وحده فوق اللوخ ويصير على شكل برمه. شغله ثانيه بالنسبه للغسيل لازم يفتر باتجاه، ليش؟ اذا تشوفون احنا النساء من يغسلن الملابس يسوون هالشكل بالملابس، حتى شنو يصير؟ احتكاك ويصير تنظيف للملابس. فاذا ظل باتجاه واحد معناته ما راح يصير احتكاك ولا نفس التنظيف، ولهذا مره تفتر هيجي مره تفتر هيجي، حتى كانما تصير هاي العمليه عندنا، وحتى الملابس ما تنبرم وتصير برمه واحده. ولهذا طريقه الغساله بصراحه هواي ناس دي يشتغلون بها بس ما يعرفون تفاصيلها الداخليه. مطر المي، مطر المي ده يصير مشاكل بيه. اول شيء صوته عالي بولبرنات، يبقى مغلس عليه ما يسوي الا ان يوقف الماطور ويحترق، وراح يضطر. هو ارخص ماطور عندنا بالعراق تقريبا ب 60,000. زين، ينضح مي يغلس عليه ما سواه، راح يحترق الماطور. زين، لو تلقاه مثلا وسخ طاب بي، زين، وقف البشاره ما يخلي فلتر داخله، البشاره من توقف يحمل ماطور ويحترق. المروحه السقفيه بيها صوت عالي ومغلس عليها، يجيب انها الاخ لاطشه نهايه ما تتحرك، هي ملف الومنيوم والتنوب لاطشه عندك البولبرنات. يا اخوان والله العظيم احنا ندمر الاجهزه بدينا، وتقول له للزبون يقول لك واه والله المراه عايفتها بيشتغله، ها والله الماطور ما يطفى. ليش يابا كم تانك عندك بالبيت انت؟ ماطورك ليل نهار يدق، ليش؟ هسه احنا مو عندنا، انا عندي تانكين بالبيت خزانين. زين، اشغل الماطور الصبح ساعه وبالليل ساعه. ما اعرف يعني الناس عاجبها هاي الشغله، عاجبها تقصر، عاجبها ويجي هنا يشكي لك والله ما عندي. يابا ادري ما عندك انت، غير تداري نفسك، تداري اجهزتك، تحميها. انت هسه بلا ماطور المي ما تسوى فلسين. زين، ابنك هسه لا تقول له صعد لي سطلتين للسطح الثاني، يصعد سطلتين ويعوفك بعد ماكو. هذا الماطور هو اساس البيت، يعني هو عماد البيت انا اعتبره. زين، فيا اخوان دير بالكم على الاجهزه مالتكم، لا تلفوها حرامات. زين، اتمنى لكم التوفيق، ما اريد احكي هوايه لانه تعبنا واحنا صايمين. تحياتي لكم وشكرا لكم.